من هو بطل تحدي القراءة العربي؟ مريم أمجون المغرب. تحت سماء دولة الإمارات تحد يحتضن العرب من حول العالم، تنافسوا بالقراءة، حصدوا المعرفة، شاركوا بأضخم تحد عربي، ثابروا، اجتهدوا، دموع، فرح، تحد وأمل، عاشوا لحظات لا تنسى. اليوم نحتفي بجهود كل أب وأم، مشرف ومدير، نحصد ثمار أكبر مسيرة معرفية في المنطقة. معا نتوج البطل اليوم، فمن سيكون؟